نروح للفقرة الأخيرة، فقرة المركز الإعلامي، هي متابعة للأخبار الأندية التي تصلنا من المراكز الإعلامية مع زميلنا سهل الغامدي. في الشباب يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته على استاد الأمير خالد بن سلطان بالنادي، وذلك بعد عودة اللاعبين من الإجازة لمدة يومين والتي منحت لهم من قبل الجهاز الفني في الفتح. وسط حضور جماهيري واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليوم الأحد على ملعبه الرئيسي بالمبرز، وعمد فتح الجبال على تكثيف التمارين اللياقية وطبق العديد من الجمل التكتيكية. في الرائد كسب فريق الرائد الأول مساء اليوم الأحد الفريق الأول بنادي النصر وديا بهدفين مقابل هدف للنصر في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. في التعاون كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره فريق العربي من عنيزة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على أرض ملعب التعليم ببريدة ضمن إطار المعسكر المفتوح الذي يقيمه فريق التعاون. في الاتفاق تواصلت التدريبات الاتفاقية اليومية بصورة قوية وسط معنويات عالية من اللاعبين، وقد اشتملت التدريبات على النواحي اللياقية والجمل التكتيكية المختلفة. في غضون ذلك يواصل اللاعب العائد إبراهيم الإبراهيم تدريباته الانفرادية اللياقية مع مدرب اللياقة. في الوحدة يخوض الفريق الوحداوي غدا الاثنين لقائه الودي الثاني أمام فريق الفيحاء على ملعب الأمير عبد المجيد، وذلك في إطار استعداداته للقاء فريق نجران. وكان الفريق الكروي قد أدى مساء اليوم ميرانه الأخير على ملعب الأمير عبد المجيد تحت إشراف المدرب الوطني بدر الخوساوي. في الشعلة اكتفى المدير الفني لفريق الشعلة الأول لكرة القدم المصري محمد صلاح اليوم الأحد بإجراء لقاء ودي للفريق الأول أمام الفريق الأولمبي بالنادي، وانتهى بفوز الفريق الأول بنتيجة 4 أهداف لهدف. وعمد الكابتن محمد صلاح في اللقاء الودي إلى تجربة العناصر الأساسية التي سيعتمدها في مواجهة الهلال المقبلة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكر ضيفي الكريمين اللي من زمان غايبين عنا الأستاذ سلمان القريني، شكرا لك، تحايا كثيرة وصلتني عبر الجوال لحضورك اليوم، شرفتنا أبو حمد. تسلم وشكرا لكم وللأخوان اللي شكروا بس مو آخر مرة يعني إن شاء الله. شكرا لك عمر، الله يسلمك. شكرا للأستاذ خالد صايم الدهر اللي شرفنا اليوم أيضا بحضوره، ومن زمان كان غايب عنا بس إن شاء الله حنشوفك مرة ثانية. شكرا لك خالد. شكرا لك أخوي علي، وشكرا لسلمان على إطراءه الجميل في بداية الحلقة، وهذه ثقة أعتز بها، وشكرا لجميع المشاهدين وصبرهم علينا. والله أنا صبرت عليك اليوم يا خالد لأنك مرتين غلطت في اسمي، مشيت أول مرة بس قلت هذه وهذه لأني غلطت في المنصب حقك، والحين المرة الثانية لا كثير كثير أبو خلود. شكرا لك أخوي عادي، خلاص كتبت اسمك أخوي عادي. شكرا لك، انا ما ذبحني الا اسم علي، هذا انا اشوف لي من 6 سنوات او 7 سنوات الله يذكره بالخير زميلي في القناه الرياضيه هو اللي سواني. المشكله مو علي واحد، في علي الرياضيه وعلي في الحياه وعلي زميلنا في القناه الاولى، فشكوى الله. عموما شكرا لكم، شكرا للزملاء عايد القحطاني اليوم مدير التحرير محمد ثواب، وبرز القحطاني، معاذ الحميدي، وجابر الحربي، سعيد العمري، وسهل الغانمي، مخرجنا اليوم الجميل فهد العتيبي. نلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده غدا بالمناسبه، وبكره تدريب المنتخب نقول الساعه 7:15 على الهواء مباشره ان شاء الله عبر القناه الرياضيه. الى اللقاء.